شوفوا بقى الحيوان الطيب الجميل ده، الحمار، شايل كيس كبير مليان زبالة على ظهره، رايح يوديه مكانه، وبيكلم نفسه وبيقول: الناس بيقولوا على صوتي مزعج ونهيقي مزعج، طيب اسمعوا نهيقي مع الكمانجة، بذمتكوا مش أحسن من أصوات كلاكسات العربيات والأتوبيسات وأجهزة التسجيل العالية والميكروفونات والباعة الجائلين اللي بنسمعها ليل نهار؟